شارلي كله فكرة كات، مفيش حاجة مباشرة خالص صعب كله، حتى الإجابات فيه أكن إجابتين شبه بعض أصلا. طب أنتي بتخلقوا إيه يعني؟ مش كله يعتبر، مفيش غير كام سؤال بس اللي جه مباشر السيكا بس، يعني كان مناسب. بس طبعا احنا مش عارفين احنا حالين صح ولا غلط اصلا، من كتر ما كل الاجابات شبه بعض. انا عن نفسي ما اللجنه يعني مش سايبه ماسكين، المفروض بيقدر يغش شغلنا. في مستر هو كان في الرينج المتوسط ولا كان صعب قوي ولا سهل قوي؟ بس الحمد لله. هو السؤال اللي هو عليه درجتين ده يعني حاولت كتير قوي ان انا اصلا بس ما لقيتهوش في الكتاب، بس من شرح المستر ففهمت حاجه منه. رينج الخمسينات هو كان في توتر، والمدرسين كل شويه يقولوا لنا يلا 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 بسرعه يلا بسرعه، كان اصلا التوتر. واصلا البتاع ده لما الميس قالت لنا يلا بسرعه، اصلا كان في بنات كتير قوي كانت بتعيط ومش عارفه ان هي تلحق تحل بسبب ان الميس كل شويه تقول يلا يلا يلا. انا شاطره الحمد لله، يعني كان متوسط يعني فلي، يعني كان في سؤالين كده كان والمقال كان كانش حلو قوي وبس، بقيت الاسئله كانت حلوه يعني في متوسط. سلام محمد تاريخ الحمد لله كان يتحل، يعني الحمد لله الاسئله كانت جايه صعبه واسئله كانت جايه الحمد لله. هم مش صعبه كناحية كده، كان صعب ان هي مش جايه اللي هي ايه جايه كويس ومباشر، بس من ناحيه اللي هو مثلا مش جايه نفس اللي احنا حفظناه، بس هي نفسيه قسم اطفال.